يصدق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة بلدة قباطية جنوب جنين ودهمت أحياءها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، كما كثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط بلدة عرابة وقرية بير الباشا ونصبت حواجز عسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مدينة نابلس وحاصرت منزلا في مخيم بلاطة شرقا قبل أن تعتقل شابا من داخل المنزل. تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. بشكل يومي تقتحم عشرات الآليات الاحتلالية المناطق الفلسطينية بحجة تنفيذ عمليات عسكرية والقضاء على المقاومة بحسب ادعائهم. فجر الجمعة اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف والبلدات المحيطة بمدينة قلقيلية، وحاصرت منزلا داهمته وحطمت محتوياته بحجة البحث عن مطلوبين. الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يعمل بكل جهده على أن لا تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ويعتقد أنه من خلال القبضة الحديدية والفولاذية في الضفة الغربية قادر على منع الانفجار المحتمل في الضفة الغربية. كل ما يحدث من عمليات اعتقال، من ملاحقة، من قتل في كثير من الأحيان، الهدف منها ضبط الأمور في الضفة الغربية. عمليات الاعتقال التي نفذت من قبل جيش الاحتلال فجر الجمعة تركزت في مدينة رام الله وقلقيلية وجنين، وطالت ما يزيد عن 30 فلسطينيا بحجج واهية، عاثت في منازلهم خرابا وفسادا برفقة كلابهم البوليسية، كان من بينهم معلمة وثلاثة أطفال وشقيقان. واضح أن هناك سياسة لهذه الحكومة تقول فيها أنه لابد من تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم من أجل الخروج، يعني عمليا هم بيقوموا بعمليات من سياسات لطرد الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم حقيقة. وعلى فكرة هذا شعار لهذه الحكومة، طرد الفلسطينيين. اعتداءات المستوطنين طالت هذه المرة مناطق جنوب الضفة، وهي المناطق المستهدفة لضمها لصالح المستوطنات، فبقوة السلاح وحماية جيش الاحتلال يمنعون أصحاب الأرض من العمل فيها. ما يحدث في كل الأرض الفلسطينية هو تهديد ممنهج بكافة الأشكال، وعلى المجتمع الدولي الوقوف في وجه الاحتلال ومخططاته والتي تمادى في تطبيقها على الفلسطينيين وأرواحهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. لتلفزيون دولة الكويت من الأراضي الفلسطينية، دارين غيث.